السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين شيوات أم العربي. اليوم غادي نوجدو مع بعضياتنا واحد رغيفات معمرين بالخضر اللي غنطيبوهم غير في المقلة، وتبديت كنوجد فيهم وقلت علاش اجي نوجدو مع بعضياتنا. في مقلاة فوق النار غادي ندير شوية ديال زيت الزيتون، غادي نزيد عليهم جوج بصلات كبار مشلطين، جوج بصلات مشلطين، وغادي نحركهم حتى يطيحوا. غير تبان لينا البصله شويه. بالنسبه للعجين انا راني عجنتها، ودائما كيف كنقول لكم عجينه المسمن كندير قد الفينو قد الفورص شويه ديال الملحه، ودرت اليوم الحال سخون، درت قريصه ديال الخميره ديال الخبز يعني قد الحمصه، ما نكثروش المهم على حسب الجو. عجنتها دلكتها غادي نخليها ترتاح ونخرجوها. نخلط هاد المكونات، غادي نخلطوهم على ما تتبان لينا البصله. هنا البصله ديالنا ملي تشحرات لينا غادي نضيف عليها خيزوه كبيره محكوكه ولا جوج صغار على حسب الكميه ديال العجين اللي غديرو. انا دايره تقريبا فيهم في الكميات بجوج شي كيلو لارو ديال العجين، المهم سمنات غير باش ندورو كسكرو. وغادي نضيف عليهم هنا الفلافل اللي طحناها يعني الصفراء والخضراء والحمراء، ممكن تكتفيوا بلون واحد لكن الحمراء احسنهم كاملين، لان كتعطي المسمن اللي كتعطي لجميع العشوات واحد الحلاوه زوينه. صافي غادي نحرك وغادي نخلي هاد ندير عليهم العطريه اللي هي شويه ديال البزار كتشوفوا، شويه ديال الفلفل الاحمر واحد المعلقه صغيره عامره، شويه ديال القزبر يابس مطحون، وغادي نضيف شويه ديال السوداني او الهريسه ديال الجعريه اللي بغيتو اللي كيبغي الحروق. طبعا غادي نحرك، ممكن تضيفوا الزيتون ولكن هو حتى الاخر ملي غنبغي نضيف الربيع عاد ديروا الزيتون. صافي غادي نخليها تطيب حتى طيح لينا الحشوه طيب لينا، وعاد غادي نتلاقاو. فهاد الاثناء غادي نقرص انا العجين نديرها كويرات ونخلي الحشوه ديالي حتى تبرد. من بعد ما درت الربيع خلطتو، دابا غادي نزيد شويه ديال الجبن الاحمر وعلى طافيه النار، صافي غادي نخلط
وغادي نخلي الحشوه ديالي حتى تبرد. وكيف قلت لكم ممكن تضيفوا الزيتون يا اخضر يا اسود، بغيتوا تضيفوا كفته، بغيتوا تضيفوا الدجاج، بغيتوا تضيفوا الطون، يعني لكم حريه الاختيار. لكن هكا حتى هكا كتجي لذيذه بزاف، غير هكايا غير خضار بوحدها وكتجي لذيذه. صافي غادي ندير الحشوه ديالي نخليها حتى تبرد، وغادي نتلاقاو باش نورقوا العجين مع بعضياتنا. بعد ما كورت العجين ديالي وارتاحت، هنا الحشوه ديالنا بردات، غادي نحتاجو شويه الزيت باش نقرصوا العجين، وغادي نبداو نورقوا. غادي ناخذ شويه ديال الزيت، غادي نورق العجين ديالنا. كنورق العجين ديالنا، هانتو ملي كتكون مدلوكه ومرتاحه ما كنلقاوش فيها مشكل. غادي ناخذ شويه ديال الحشوه غنديرها في الوسط هنا، وغادي نديها يعني نسرحها على العجين غير شويه شويه، يعني غندير وحده وسط وحده. غادي ناخذ واحد السكين وغادي ندير هكا الشرائح، لان هادو مسمنات مدورين يعني بحال الملاوي. كنديرو هكا وكنبدا نجيب هاد يعني الملاوي، كيجيو هادو مورقين غير عواد خاويين، هادو معمرين. بحال هكا كنبقاو نجمعو فيهم. بحال هكا نجمعو هاد العجين لي كله هنا لتحت. وغادي نحطه هنا على جنب. غادي ناخذ كوير اخرى وغادي نسرحها حتى هي نفس الشكل. العجينه مرتاحه. غادي ناخذ الحشوه وغادي نديرها ودائما غادي نحط هذه هنا كيف كتشوفوا في الوسط، وغادي ندير عاوتاني وغادي نبدا نجمعهم عليها مره اخرى على هذا الشكل، ونحاول ندخلهم هكا. ندخلها فيها في الوسط هكا، وغادي نجيب اخر وحده ونحاول نديرها عليها كامله ونجمعهم هنا هادو اللي بقاو لينا هكا. ما تخافوش منها لان مازال غادي نجمعها، وغادي نحطها بحال هكا. نكمل الكميه اللي عندي انا كامله على هاد الشكل، ولا نعاود معكم من حيضه اخرى. غادي ناخذ العجينه، كنظن ان راني منزلاهم معكم انايا رغايف نفس الطريقه. العجينه مني كتكون مرتاحه كتكون رائعه زعما في الخدمه ديالها، تبغي تخدميها.
وكنظن انا خدامه بيدي ومسمن، راه كلشي غيخدموا بيدو يعني ما غاديش نديرو الفوي ولا واحد خيتي الله يجازيها بخير داك النهار ضربني صبعي ودرت المناوي قالت لي عوفتيني، كنقول لها لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصفات نجمعوا كل شيء هنا في الوسط، وغادي ناخذ عجينه اخرى. الا ما بغيتوش ديروهم هكا ديروهم غير مربعين، غير هذه الطريقه، واخا كيبان لكم انا مسمن بحال هكا الا راه كيجي مورق من الداخل وما كيجيش معجن. نسرح شويه ديال الحشوه، وهاد البلاصه هي اللي نديرها لتحت ونقطع ثاني. ما بغيتوش ديروا هاد الطريقه ما ديروهاش، كيف ما قطعتها دابا غادي نكملوا. راه غادي نجمعوهم ونحاولوا نخشيوهم هنا لتحت. فين كنبقاو هكا ونقادوها حنايا، ما بغيتوش هاد هي راه ماشي تماره، هي راه شي حاجه كنديروها كتعجبنا. على هاد الشكل ها هي كتولي عندنا مدوره على هاد الشكل، وغادي نحطها ترتاح حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله، وغادي نتلاقاو باش نقرصوهم ونطيبوهم. انا مني كملت المليويات اللي عندي كاملين، دابا غادي ناخذ غادي نقرصهم. المقله ديالي درتها كتسخن، كنبداو باول وحده درناها، دابا غادي نديرها في المقله. المقله ديالي ها هي سخونه، غادي نرمي فيها المليويه ديالنا كيف كتشوفوا. مليويات معمرين، غادي ندير شويه ديال الزيت وغير تشد راسها صافي، غادي نقلبها بحال هكا. كنبقى هذا هو طياب المسمن كيف ما عودتكم دائما، اي رغيف ديال المقله كيبغيو هكا نبقاو ندورو فيهم في الجناب ديال المقله باش يطيبوا لينا من الجناب كاملين. صافي هكا كنبقاو نقلبو وندورو. نقلبو ها هما الرغيف ديالنا اللي كتبان لكم راه كيبداو يتنفخوا كاملين، يعني راه تيجيو مورقين
ونقلبو. حنا كان هنا الملاوي ديالنا ها هما طابو كيف كتشوفوا، ها هي كتجي مورقه راه كتبان مسمن ملي كيكون مورق. هو هذا الملاوي ديالنا ملي كملتهم في الطياب، هذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما طابو، كيجيو المورقين هانتو باقيين سخان. نتمنى يروقوكم وينالوا الاعجاب ديالكم. حنا كنعرفوا ان الملاوي اللي كيكونوا عامرين ماشي بحال اللي خاويين كيبانوا هذوك الورقات ديالهم. هو باقي طايب. الى عجبكم ما تنساوش ديروا لايك الفيديو واشتركوا بقناتي قناه جهوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد ديالي. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.